بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هيا خدي ام جهشتن ايج بو پیشکش کرنا خلاچ کادیش برنامه ما باوری امی ویش خودت کن اجبان وی بلند او وی باوریل دف ما مکم بکت ام جیانا خو سربورینین و ام سربمرین حشر ملجل اهل باوری بیت کرنی سرکش همیا پیغمبر خدای صلوات خدای سربن عبد الرئیس پیپ چین دیوان رب العالمین خلات شمیا مستر برسقی مبکتن رازی بینا ویا او مبکتت بحشتا خدا هر وسام دا خوازش خودت کن اجبان وی بلند كو او جيانا ما الدنيا دا خوش بكتن مجبلا ومصيبتا بارزتن ما وملتي ما وجيهان همية اش همينا خوشية رب العالمين خير وبركاتي دارجت رب العالمين خرابية كيم بكتن اهل باشية زيدبن اهل خرابية كيم ببن وخدي توبة دين السر وجيان برب خوشية ببشتن امبر دوامي بحسي باوريتكين مجرد دی بحث هند کرم رو وی باوری پیغمبر هبت اوید خود هنارتین و ام سر پیغمبر ما صلوات خود سربن بحث خصوصیات پیغمبرات یا وی مکر و جاری ام دی سر رکن کی دی ترش کیت ایمان دی راوستن یت باوری کو ایمان به خود و ایمان پیغمبرت خود و ایمان به کتاب رب العالمین ایمان ما هبتن خود کتاب یت هنارتین بو پیغمبرت خود صلوات خود سربن ولا پر یتنارتین که صحف بو هندک پیغمبر یت خو رب العالمین وقت وحی هنارتی ابگلک رنگا یا هنارتی ایکش ارکانت ایمانی کو ما ایمان هابتن کو رب العالمین کتاب یت بو پیغمبر یت خو هنارتین صلوات خود سربن هر وکی قران بو پیغمبر ما هنارتی محمد صلوات خود سربن و رب العالمین بری پیغمبر ما پیغمبر دیجی کتابت بو هنارتی اشوان كتابا همي بو منهات نوار گرتني رب العالمين هندك بحسوان يكريت قرآن دا وهندك يترجي بحسوان نكرة اشوان كتابا اويدكو رب العالمين بو ما بحس جيكري چند كتابك رب العالمين بحسي جيكري ايك شوانا تورات يادي تري انجيل يادي تري زبور يادي تري جي صحفة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وصحفة موسى پیغمبر طبعا فيري وقت ام بحث كتابة بريد كين انجيل و تورات و زبور اف كتابة نيت في غاوي نيت يعني اسلام پیغمبر من صلوات خود سربن خود قرآن ابو هنارتي وكي انفان كتابة بحثت كين ام وصى بحثت كين وكي قرآن يقوتي وكي اسلام پیغمبر من صلوات خود سربن كاسك خلطتي نجهن بشت والله تهافجت ديانات الدتري نخرم نها وجه چه دینا و انما ام اسلام بو بصرمانا شرحت کن اسلام کا خود چه گوتا در حقا وان کتابا دا و قرآن پی چه هاتا طبعا اتش دی قرآن گوتی و کتاب دیتره جدا هی اتنابین دا هی چه وان جی حقی هی اهل کتاب دیتره حقی هی وقت دین خواه بو خلکی بیجن و بحث کتاب خواب کن و بو خلکی خواب آخوان دیوی بیجن اول دفوانا او رب العالمینی آزادی یا دایم همیا هر ایک دین خواه بیجتن بو خلق خواجی و بو خلق کی دیتری جی در روز قیامتی کسی هجت نمینن بشتی والله پا دینم نی درست بی بس کسی اوی دیتری بو مند گوت و رب العالمینی سر ما فرض کری ام وی دینی بیجین بو خلق خواه و بو خلق کی دیتری جی در رجا قیامته چو هجت کسی نمینن پیشت اللهی پا یا ما اوا بی و یا با جیها بی بس خدا نتوی بو ما ندگود بو خلکی ندگود و اف بو چونت قرآن بحث کتاب دیترید کت نوکی وانانا اوید ویگاوی هر اکی دستی وانا دا انجیل و تورات و زبور و اوا نوکی وانانا اوید کو او بحثی وید کن بجل ویری وقت ام بیجین امی قرآن شرحت کن امی اسلاما پیغمبر ما صلوات خود سر به خلقت بیجین خلق جی آزاد آزاده اهل دیانت درجی او جی دین خو به خلق بیجین بجا چنابت ام بیجین والله چنابت تو دین خو بیجی بو چی چکو تو تشتکت بیجت دجی دین من آن از بیجم اسوا بیجم
أو جيت شينا بتبيجتن والله هي توي قرآن الشرحتك أو تشتي قرآن بهاتي وأول دف ما نوك إيكا نأم هميت آزادين بصرمان آزادن كو دين يخوا وكي قرآن يقولي بخلك بيجن هروسا مسيحي آزادن دين يخوا بخلك بيجن وبخلك يخوا بيجن هروسا جهي آزادن دين يخوا بخلك بيجن وبخوا بيجن وشينا بتكاز بيجتن شينا بتوفي بيجي بوشي شنكي أفاد جيامنا رب العالمين يتبجتن أفد دينن وبو خلقه بيجن وهكر جداهية نابين داهبتن هنتشين رينن خاري أهل ديني رينن خاري لجل إكدوب اسلوبك لاو جل إكدوب آخفن وكي قرآن يقولي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هين داخوزي بكن اش خلقه كيدي تري او جبينت اسلامتي دا دعوة خوابكن باسلوبك تازا بوعز ونصيحات تازا باخفتنك بحكمة يعني يا بناجه يا معقول نكو تمقابل خوابشكيني نا برزي دي لقري بس دي بجي افابو شونت من بيغنبري صلاة خود السر بن افتشتايكري مزقتا بيغنبري المدينة وفدكا فلاهات ناف هاتن دف پیغمبری صلوات خود سر بن بسیار دینی کر سیر جمان مهوانت پیغمبری بن صلوات خود سر بن سیر جمان المدینه پیغمبری جهوان الکیدری دینا ات مزگتا خدا دینا مزگتا پیغمبری قلاچای بو دینا گوتی ها اوج ویری و اوج هوایا رنشتن تویا و هند عبادت خوجتی و بکن و هین د شول خطی داکن او بسرمان وقت هاتن نوی جخت کرن و او قلاچا يا بو وانا جديناي اوانا جي ديني خا وفدك يا اهل دينينا ديني فلا ديني خا بريف سيرو جمان الدف بيغمبري صلوات خد السربن طبعا كان بيجين دي اوان ديون ديني وان تشيا ديني وان دف ما شركه شوال ديني مال دف وانا شركه ديني مال دف وانا كفره افا يعني كاس نبج باولا هات بحسي ديني مكرنا اسي اسلامتي ام بسرمان دي اسلامتي بيجين بو خلقي خواجي و بو خلقي جي يفيا بيت و ينفيا جي او خود بيكوات زانن هروسا اهل الديانتي دي تريجي جهت خوايت هين كتابت خوايت هين و تآزادن اوي تشتي بو خابيجن بلا دي جي قرآن بتن خود افريكا اف تشتي داي ججبر هندي وقت ان بحسي كتاب دي تريبكين صداسات اوال دفما و ياد كتاب دي تريدا نوك ايكن ججبر هندي يعني امي اسلامت بيجن وكي قرآن يقوتي و امت آزادين في اسلام بيجن و خلقه كي ديجي آزادة ديني خواه بيجتن بلا مخالفية قرآن بتن خود افريكا يعني يا ديناي و يعني ريكا يا دايما طبعا ما بحسكر ما قوتي رب العالمين كتاب بو پیغمبرا هنارتي صلاة خود السر من هر وكي قرآن بو پیغمبرا ما هنارتي و اف كتابتها هندك جوان كتابا خود بحسي وانا يكريت قرآن دا هندك جي بحس نكرة أفيد خودي بحث جيكري أف كتابنا تورات إيك شوانا يعني جبلي قرآني تورات رب العالمين يا هنارتي بو كي هنارتا بو پیغمبري خودي موسى صلافت خودي السربن تورات يا بو يهاتي وكي رب العالمين مواجد بيجتن قرآن دا بشت إنا أنزلنا التوراتا ما تورات يا هنارتي يعني تورات كتابك يا خودي يا هنارتي هر وكي خودي قرآن هنارتي بو كي هنارتا بو موسى پیغمبر هر وكي قرآن بو پیغمبري هنارتي صلاة خود السربن إنا أنزلنا التوراة ما التوراة يا هنارتي ها أذي التوراة فيها أدفي التوراة دا شهايا هدى ركا هدايتي بوان مروفت هنجي يتويري ويختي ونور رناهية هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كي حكمي في التوراة تكتن او پیغمبرت بسرمان اوید خود تسلیمی گوتنا خوده کری طبعا دامزان این اسلامتی اف ناوید هین چناف نینن اسلامتیش وقتی آدم پیغمبر صلافت خود سر بنو حتی پیغمبر ما ایک دینه این دینه عند الله الاسلام و قرآن یا بحثت کتن بشتن خودید بیجتن ما تورات بهنارت و تورات ریکا هدایتی تیدا و ریکا یعنی روناهی خوده بی و کی حکم به توراتی کر او پیغمبرت بسرمان يحكم بها النبيون الذين أسلموا وأفنا في ديشنا أكره يا دين همي پیغمبرا بت أفنا في دي خلقه يدبخوا شكرين وكي قرآن بما بحث جكرين
اف تورات ابوكيه بوان بيغمبرانا اويت بصرمان للذين هادوا بوجهيه والربانيون طبعا هادوا بسركه هدايتي وبحث جهيه وبوكيه اف حكمي في تورات كتن رباني او مروفت اهلي خدي افيت كو ديني خدي بو خلكي دياركن واشكراتكن مروفت خدينا ويت بيجن او خدي غوتي شو ام بيجي فلان كس مروف خدي يعني ويت تشتيت كت ابي خدي غوتي يا خدي جدج يا خدي شو تشتيت دير نابج والاحبار واحبار يعني عالمت وانا اف توراتا رب العالمين يا هنارتي هدايتا تيدا والرناهيه كي حكمي في توراتا كت او بيغمبرت خدي او بسرمان او امروفت اهلي خدي وعالم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يعني دا خواص رب العالمين شوان كري هين في ديني في كتابي بارزن قهورين نكفني اخفتن البشري نش النافدا كي مزيده نبن هين ابا امانه الدسودا وهين في امانه بجهبكين خلاطي ويهي وهم جهجنكن لسا عقوبة ياهي وكانوا عليه شهداء أو شهيد بن سرشي شاهد بن حاضر بن سربي أبا التوراة دهاتي خواري وخدي بحث جيكري أبا التوراة كتابك يا رب العالمين يبو موسى بيغمبر يهنارتي صرافة خدي السربن أم دئين يا ديتري والإنجيل كتابة دوي خدي هنارتي بو بيغمبرا هروكي قرآن هنارتي إنجيلة إنجيل بو كهاتا يا بو عيسى بيغمبر هاتي صلاوة خدي السربن بيغمبري خدي بي رب العالمين شد بيجتن بشت وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم يعني بشتي توراتي ما كتاب ايدي تري الديف دوسا وانا هنارت بيغمبري ايدي ما هنارت ديف دوسا كي يد بريوي او بيغمبري بري عيسى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراتي موس عيسى بيغمبر صلاوة خذ السربن هات قوتي او تشتي بري من يراس ببحثي توراتية او تشتي في قوي هات بردستي ودا اف بيغمبر بري ما هاتي كموسى بيغمبر صلاوة خذ السربن وخذ تورات بو هنارتي اف تشتا راستا اجد بجم او تشت راستا يعني حاشا نادرا وكا او جي بيغمبرا و او جي كتابا و افا ديف دا جهاتي افا الديف دا وساوي وي كتابي او خده هنارتي بو موسى بيغمبر صلاوة خده السربن كتوراتا وآتيناه الإنجيل رب العالمين بيشتن ما دف دوسا وانا هنارت او بريوي بحسي كيا بحسي يعني عيسى بيغمبرا موسى بيغمبرا ما موسى عيسى هنارت وقوتي او تشتي بري مني الراست بي وما إنجيل داوي وآتيناه ما داوي يعني دابزاني قرآن يعني إنجيل خدي يا بو عيسى بيغمبر هنارتي ويه إيمان بينابتن أو نابصرمانا شنك أبا قرآن أبو ماد بيجتن وآتيناه الإنجيل مبوي إنجيل هنار بحسيكي عيسى بيغمبرا صلاوة قد السربن أبي إنجيل چتي دابي فيه هدى ونور عينا كاتشوا توراتي فيها هدى ونور أبي جي بيشتريكا هدايتي أو أكو رب العالمين بومرو فديناي دي شواش خدي جي رازي بتن دي شوار ركا بحشتي جرن دي شوار بج أفا خرابة أفا باشا أف يعني الرناهي الرهن كرنكا تماما التو إنجيل دهبي ركا هدايتي والرناهي كش دف رب العالمين ومصدقا أف توراتا تصديق يعني يدبجت أو تشتي بري من راستا لما بين يدي من التوراتي يعني إنجيل جي قلت أو توراتا أبو موسى بيغمبر هاتي الصلاة تخذ السر أو جي الراستا وهدى وموعظة للمتقين أف إنجيلا هداية وعظ نصيحة بوكي بوي مروفي أفش خذي بترصد طبعا بوشي بحسي يعني قرآن جا قلت هدى للمتقين قرآن ريكا هداياتي هذي كيف فايدش فيكتن أفش خذي بترصد أفش خذينا ترصد نفايدش إنجيل تكتو ناش تورات تكتو ناش زبور ناش قرآن تكتن وناش شو بيغمبر أجي تكتن إذن أفرق هدايتي بس بوكي أفش خذي بترصدن أفي بشت يا ربي كاتا تشدفت تشه نارتا أزب يرازم أما أفي بيا خذي رازي نابتن نا إنجيل ونا تورات ونا زبور ونا صحفة يت إبراهيم وموسى صرافة خذي السربن ونا بيغمبر ونا وعزو نصيحات شو تش فايدة فينا كتن باشا كتابة سيج رب العالمين هنارتي لازمة ما إيمان بها بتن زبورة
زبور چه کتابه؟ کتابه که رب العالمین یا بو داوت پیغمبر هنارتی صلافت خود سربن. رب العالمین چه بیشتن؟ بیشت و آتینا داود زبورا، ما بو داودی زبور هنارت، یعنی زبور جی کتابه که رب العالمینی یا بو پیغمبری هنارتی و کی قرآن بو پیغمبری ما هنارتی صلافت خود سربن و او پیغمبر جی کیش که داود پیغمبره. یا چاره ش اوان کتابت خود بحث جی کرد قرآن دا صحفت ابراهیمینا و یت موسا پیغمبر صلافت خود سربن. صحف یعنی برپر لا پر، یعنی نه کتابت تمام بین و انما هندك لا پر بین، هنده تشتی دا بین رب العالمینی ابو وان هردو پیغمبره هنارتن. ورب العالمين بما بحث فوند كد بشت أم لم ينبأ بما في صحف موسى، ما بوت أما نقوتك هاتشي أو أخبار صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم جي أوي يوفي وأوي تشتي خدي قوتي درست تكر عهد صوصت خدي بجهد كرن ألا تزر وازرة وزر أخرى. دوان كتاب هذا ما هو صهنار تبي كس باري قنهت كسنا هالجرتن هر وسا کس خیرت کسی جی ناهل گرت هر که ده بو ویبتن بشت مت صحفت ابراهیم و موسی دا افتشته نارتی الا تزر وازرت وزر اخرى، کس بار کسی ناهل گرتن، کس گنها کسی ناهل گرتن. و چه دیدوان صحف دا بی و الیس للانسان الا ما سعا، مروفی چه تشتنینه نه او بت او بزاوا مروفی کری، يعني مروف نب عملي خابتن بي باب خو بابير خو بنمال خو حسكي بلا كيبن مروفي نكر بتن مروفي بيو تشتي ناشت بحشتي مروف راضي بينا خودي برس دستي خوانا كت اللي هم مروفي بخواب خوا كدا دستي خوا كر بتن. طبعا ايكي بيجتن با شفاعت شيا لازم مروفي هنده باشي وخير كر بن وداش نيكا شفاعت فايدة مروفي، اما مروفي چو نكر بتن وبهيلت بهيبيا خلقا كيفا ابدا فایده ناکت. وکی پیغمبری صلافت خود سربن گوتی فاطمه که چا خواه، یا فاطمه بخواه شولت باشی و خیره بکه نبیجه از که چا پیغمبری خودی ما محمدی صلافت خود سربن، اوه هنده قدر و قیمت و پیغمبری دو ماهی که یه ابزانه اگر تو بخواه چونکی رجا قیامتی از فایده تناک. اوه یاد کی دره دهاتی؟ اوه یاد صحفت ابراهیمی دهاتی و یت موسا پیغمبر صلافت خود سربن. و الیس للانسان الا ما سعى، انسانی چه تشنینا نا او بت یا خودی یعنی یا او بزاوا ویکری و ان سعیه سوف یرا، و او بزاوا او تکتبو خیره و باشیه او دی رجا قیامت بینتن دی باشیه خابینت او باشیه تایید کرین او خرابیه تایید کرین همی تشدی دیار بن. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، پاشی دی جزای و دینوی جزایش هم میا چیتره، معناوی دشنی که وقتی هندی و انجيل التوراة وزبور وقرآن وأبا خدي هنارتي هندي وانا شون لرجع قيامة رب العالمين جزاي وادتة باش السر دنياي بان السر دنياي جي قالك أمي فايدة جفانات كين بالسر دنياي تشنت فايدة جيبك نائتا مقابل يا أخرتي إجبر هندي رب العالمين بيشتن بهرا ما ظن يا كو هيش هر وكي ما ندا يا ماي اشنيكا دي كنجي رجع قيامة دي رب العالمين جزاي جيش يهجي الديفچونا قرآن الديفچونا إسلام الديفچونا مش نيكا ديوي بهاي دتن هكا الدنيا إذا رب العالمين شبدتن مقابل يا قرآن يا آخرتك كيما. وأن إلى ربك المنتهى، دما هيك جي دي بودا فربي تابتن دما هيك هر مروفكي هر كسك الدنيا إذا ديشت بردست رب العالمين أف صحبتا اتكير دهاتنا خاري أفيت صحفة إبراهيم دا وموسى پیغمبر دهاتين صلاوت خود السر هر دكابين وسر پیغمبر أهمية. إذا الفيري رب العالمين بحثي أبا إنجيل توراة زبور صحفة إبراهيمي ويت موسى جهة كدي رب العالمين دي سبح سيفان صحيفات كتن قد أفلح من تزكى، محقق مسوجر أوي إفلح ديت أوي نفسه خباقش كتن، وذكر اسم ربه فصلى وبيرا نافي خدي بينة النفيجي بكتن، بل تؤثرون الحياة الدنيا بس هنشتكن مش تخدم في شندي هن جيانا دنياي بريا آخرت إخن بجن أفا مهم ترى. والآخرة خير وأبقى، آخرت خيراوي قنجياوي باشياوي مصطرة يعني تشيترة ودي بتري منت يا دنياي شنت خشيبن دي بورتن بس يا آخرت نابورتن يا آخرت بردوامة.
ها أفسح بتهامي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أفهامي كدر دهاتنا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أبيت هندك صحيفة أولية دسبيك دهاتين أو صحيفة كيشكن يت إبراهيم بيغمبر صلاة خد السربن ويت موسى بيغمبر. إذن فيري رب العالمين يبو ما بحثي القرآن ده بحثي وان كتابات كتن أبيتكو خدي بو بيغمبر يتخوه نارتين صلاة خد السربن بري بيغمبر ما توراة بو موسى بيغمبر صلاة خد السربن إنجيل بو عيسى بيغمبر صلاة الله عليه وسلم ورب العالمين ما تحت توراتي كرن ما تحت إنجيلي كرن وهدايات وريكا خديتي دابي والزبور بو داود بيغمبر نارتي صلاة الله عليه وسلم وصحفة إبراهيمي ويت موساي بو فانهرد بيغمبر نارتي أفنا أفيد قو قرآني بو ما بحث جي كرين بو أف بيغمبر دي وحيوان شيا أف بيغمبر دي قرآني بحث نكرة هنا بلي شو بيغمبر نينن رب العالمين بو وحينا هنارتي بجاك اف وحي بش شكلي وتوانا وتشيك هكا عند كتاب ها بنجي بحسي وانها تكرني ام نزني او كتاب شنا بس ما بوريا هي هر بيغمبركي رب العالمين شنك خو وحي ابو هنارتي او بيغمبرج دفخا نا اخفت باشا كتاب ديتري ابيد بو بيغمبر دي هاتين صلوات خد السربن افاتشنا رب العالمين ومن محسن نافت وانا نكر ورب العالمين بس افيا كيري قلتي هر بيغمبركي يكو خد هنارتي رب العالمين رسالك بيامك يا دايف بيغمبري بلغة قومي وي كأو تشبين تش أزمانت آخفتن رب العالمين بوه صهنارتي دا سحكي القرآن شو بحثت كتن بشت كان الناس أمة واحدة دا سبيكي إيقبين عالم ملتك بي قال إيقبين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بشتي بلا فبينو وريكا هداية نماي نافانا دا ونزانين دي شكن رب العالمين شنكا بيغمبر هنارت الصلاة خد السربن فبعث الله النبيين خده بيغمبر هنارتن اف بيغمبر شولي وانشبي مبشرين ومنذرين مزقيني الدن خلقي اگر هين سرقا خده بشن دي افاقهتوا ود بشت هشياربن اگر هين سرقا ريكي نشن دي اف مصيبتي دي انجلوا دي اندفوا وأنزل معهم الكتاب بالحق رب العالمين بيغمبر هنارتن مزقين يدن خلكي بباشي وبيجن خلكي هشياري خراب يجبن ورب العالمين قال فان بيغمبر أبو فان بيغمبر شهنارت وأنزل معهم الكتاب بالحق وخذ الكتاب جد بو فان بيغمبر هنارتن ركا حقين الشخل كتن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دا أف بيغمبر حكمتنا بين خلكي دابكن ابتشتشتي او خلافتنا بين واندا كي حقا كي نحقا كي جباشا كي شخرابا شنو ببيغمبرش دفخوا باخفتن وإنما خدي كتاب بوهنارتن دار ريكا درس نشخل كبدن حقي ونحقي طبعا فيشان دي يعني دا امزان اف كتاب ديجي بيغمبر ديجي وحيا خدي بوهنارتي بس وقت بحسي وانها تكرن نمعنا وينينن بلي يتهين بس خدي بحسي وانا نكرة وأبا آيات قرآنية صريحة رب العالمين بيش هر بيغمبرك ما هنارتي ما كتابك الجل هنارتي والريكا حقين الشخل كبدتن ووقت خلاف بكرنا بين خلكي دا حكمي بيا خدي بكن نب أهواء إدخابكن مروفا يبشت أبا باشا وأبا خرابا نا خدي بشت أبا باشا وأبا خرابا فيتشان دي مهاتين دمائيكا في خلكي وحتى خلكك دي رب العالمين قال مهاميابتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.